مرحبا، أنا نورة العمر في فقرة لقاءات نورة، واليوم راح نسأل الأطفال إذا كنتوا بمكان عام وضيعتوا أهلكم، كذا فجأة ضيعتوهم، إيش راح تسوون أول شيء؟ وإيش تبغون تنصحون للأطفال مثلا اللي يضيعون دائما وكذا؟ فتعالوا معنا نروح نشوف. إيش اسمك؟ عبد العزيز. ميان. محي. سالة. كم عمرك؟ 13 سنة. 8. 13. 8. صف كم؟ أولى متوسط. ثاني. أولى متوسط. ثاني. لو ضعت في مكان عام إيش راح تسوي؟ أول حاجة أكيد يعني بكلم أهلي من أي جوال. أفضل شيء إن أتكلم من سكورتي أو واحد من الأمن يشتغل يعني في المكان. أدور حالة يقول لي ساعدني، أدور أمي وأبوي، أو أدور أحد ساعدني كبير أو صغير كبير عشان يدق على أمي أو أبوي. أنا بدور لي واحد كبير يعني أروح عنده، بس أكون أهم شيء حافظ رقم الأهل أي واحد منهم، أكلمه أقول له أنا والله ضايع عند محل كذا كذا. بس بروح في أي مكان بقول لأمي إنها تحدد لي مكان أقعد فيه وأقعد فيه، وبعدين أمي تجيلي. قد صار لك موقف إنه ضيعت في مكان عام؟ أكيد يعني كل واحد هو صغير بيصير له كذا. ضيعت أنا في البداية كنت صغير يعني، حسيت شوي إني ببكي، فكيت شوي وشفت واحد سكورتي كلمته يعني ممكن أكلم أمي، الحمد لله أني كنت حافظ رقمها، كلمتها وقالت خلاص يعني قابلني في المكان هذا ولقيتها الحمد لله يعني. بس طيب ايش سوت لك امك؟ ما سوت لي شيء يعني عادي. امس امي ضاعت قاعده ادورها، ودورت قلت لها حارس ودورتها، قلت له رقم امي وابوي، خلاص جت امي وخذتني كالعادة. اهلي لازم قبل ما ينزلوا لازم يقولوا لي اجلس جنبنا زي كذا، وانا لا عانت لازم عنيت واروح، ويدخل السوق واروح انا على الالعاب واضيع، واهلي يدوروا علي ما لقوني. قمت رحت للاستعلامات حق السوق واتصلت للاستعلامات، سالتهم ابغى اتصل وزي كذا، قالوا لي اوكي. اهم شيء كنت انا حافظ الحمد لله رقم اهلي، اتصلت وجو اهلي اخذوني. طيب ايش سوى لك اهلك؟ ما سوى لي شيء يعني، بس اخذت لي لسعه في البيت وقالوا لي ما تروح. مره واحده؟ مره واحده ايوه. بس هي كنا في مارينا نور امول، كنا انا واخوي نتمشى، فجاه لقينا نفسنا ضايعين، رحنا جلسنا في المكان اللي لم نحدث، وبعدين لقيت. اذا احد ضاع ايش تقول له نصيحه عشان ما يضيع مره ثانيه؟ اول حاجه انه يحفظ اهله يعني رقم اهله، اي واحد مو ابوه امه اخته اخوه، اهم شيء انه كبير يعني، ويكلم اي واحد يكون عنده ثقه انه يكلم اي واحد يعني. أقول لهم لازم تروحون يد أمكم، ما تمشون تمسكون يدهم أو ما تروحون أي مكان، لازم تمسكون أمكم، الحقوا وراها أو تعالوا قدامهم، تشوفوهم ورا بعدين نروح عشان تقدر تشوفون ما تروح. هو الأهل لازم يعلموا أولادهم يعني أرقامهم، من حيث إنه إذا ضاع في السوق يعني إن شاء الله عليك مثقف إن شاء الله. أقدر يروح عند سكرتي زكية ويتصلوا، ويتصلوا عليهم يقولون والله احنا ضعنا في مكان كذا كذا عند محل على الاقل، ويجي اهلهم ياخذوهم. يقولون لهم هم حددين المكان، بعدين يجلسون في هذا المكان اذا ضاع، بعدين امهم تجي وتاخذهم. في اطفال اذا ضاعوا يروحون عند اي رجال كبير، في ناس مو كويسين، ايش تبي تنصحهم انهم تقول شيء؟ لا ما دام انك مثقف. طيب هو لا ما يروح عند اي احد كبير، يروح الاستعلامات سكرتي، بس هذا اللي انصحهم فيه انهم يروحوا يا عند الاستعلامات او سكرتي. هذه الكلمه اخر واحده قلتها وش هي؟ سكرتي. لا اللي قبلها استعلامات. هذه انا قاعده افكر فيها عجزت انطقها.